نبدأ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فنبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة من سورة الأنعام، من الآية 121 إلى الآية 127. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وباطنه. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. سيجزون بما كانوا يقترفون. سيجزون بما كانوا يقترفون. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإنه لفسق. وإنه لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن الشياطين ليوحون إلى ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ليجادلوكم.
وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن عودوا وثاروا ظاهر الإثم. وثاروا ظاهر الإثم وباطنه. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا. مرة أخرى. وتروا ظاهر الإثم وباطنة. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن الشياطين أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نقولوش كمن مثله في الظلمات تولي الله. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كمن مثله كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي
كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون 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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها أكابر مجرميها ليمكروا فيها أكابر مجرميها ليمكروا فيها ليمكروا فيها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وما يمكرون إلا بأنفسهم وما إن عادوا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها أكابر مجرميها قل اسم مجرميها أكابر مجرميها أكابر مجرميها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته 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 ساعة
سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. نعود وإذا جاءتهم آية. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يشرح صدره للإسلام. يشرح صدره للإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نقولوش يشرح صدره ولضاء. يشرح صدره للإسلام. يشرح صدره للإسلام. يشرح صدره للإسلام. يشرح صدره للإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. كذلك يجعل الله الرجس على الذين كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط رب وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لقوم يذكرون.
وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا من ولا تأكلوا من ولا تأكلوا هي ولا تأكلوا ولا تأكلوا من ولا تأكلوا ولا تأكلوا ولا تأكلوا ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله مما لم يذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وذروا ظاهر الإثم وباطنه
إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية كبائر مجرميها وكذلك جعلنا في كل قرية أكبائر مجرميها أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله والله أعلم حيث يجعل رسالاته رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغائر عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره حرجا كأنما يصعد إلى السماء وكذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وإن الشياطين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أفمن
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله يعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كان وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره
يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون حسن. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله
الله أعلم حيث يجعل رسالاته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يذل ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد من الصعد في السماء في السماء. كذلك يجعل الله الرس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإنه لفسق إن و وإن الشياطين لي وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. كذلك وإن أطعتموهم إنكم إذا لمش وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم كذلك وإن أطعتموهم إنكم إذا لمش وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أرجو